وهلا صار وقت نعرف اخبار الطقس ودرجات الحراره المتوقعه خلال 24 ساعه القادمه، وخصوصا مع الرطوبه العاليه اللي عم نشهدها خلال هيدي الفتره. تفاصيل اكثر مع الاستاذ ماهر حسن مدير مركز الباسل للارصاد الجويه. يسعد صباحك استاذ ماهر. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. يعني فعلا عم نشوف رطوبه كثير عاليه خلال هيدي الفتره، ودرجات الحراره عم تزداد، يعني طبعا مفارقه مع الفتره الماضيه. يعني كنا عم نحكي انه يا ريت تكون درجات الحراره بهيدا المعدل او بهيدا الشده مثل ما الاسبوع الماضي يعني كان، فكيف راح تكون درجات الحراره المتوقعه مع الايام القادمه؟ نعم، الحقيقه حاليا خلال اليوم يبدا تاثير كتله هوائيه حاره على البلاد، ويطرأ ارتفاع آخر أيضا على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في جميع المناطق، حيث ترتفع إلى أعلى من معدلاتها خلال اليومين القادمين بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، تستمر حتى يوم السبت القادم مع أجواء تكون شبه خانقة في الأماكن المغلقة. لذلك يطلب التهوية الجيدة والإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إشعال أي نيران هذه الفترة. نعم. الرياح السطحية جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج وجيد للسباحة. الرطوبة النسبية تبقى مرتفعة وتتراوح بين 60 إلى 90%. هلا درجات الحرارة بالنسبة للساحل عم تكون يعني عم تسجل الأيام القادمة متوقعة بين 32 و34، ولكن المحسوسة عم تكون أكثر من 40 درجة مئوية. يعني متوقعة في الساحل خلال اليوم عظمى 32 وصفرة 25، المحسوسة هي 40 درجة. المنطقة الجنوبية عظمى 39 وصفرة 28، في المنطقة الوسطى عظمى 37 وصفرة 25، في المنطقة الشمالية عظمى 40 وصفرة 29، والمنطقة الشرقية عظمى 44 وصفرة 33. المستمر هذا الارتفاع كما ذكرنا حتى يوم السبت القادم. طبعا أيضا غدا تكون حرارة أعلى بقليل أيضا، يعني ارتفاع آخر أيضا غدا، الذروة غدا الخميس. نعم، يعني تحذيرات مثل ما ذكرت أستاذ ماهر باعتبار أنه راح تكون درجات حرارة مرتفعة وهيدي الكتلة الحارة. نعم. القادمة. نعم. مستمرة. نعم. درجات حرارة مرتفعة ورطوبة نسبية مرتفعة أيضا، لذلك كما ذكرنا تكون يعني الأماكن المغلقة يجب أن يعني تكون يعني أجواء خانقة نوعا ما، لذلك توجب التهوية بشكل جيد. نعم. الأماكن المغلقة تماما. نعم، الانتباه قدر الإمكان. نشكرك جزيل الشكر يعني خاصة عدم التعرض المباشر. نحن ليش دائما منحذر من التعرض بالأوقات الذروة بسبب ارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجي في الفترة الممتدة من الساعة 11 حتى الساعة 5 ظهرا، تؤدي إلى حروق في الجلد وأمور أخرى، يعني لذلك وجب التحذير. نعم. ومستمرة خلال فترة طويلة هيدي الكتلة الحارة؟ مستمرة حتى يوم السبت، طبعا تنخفض الحرارة اعتبارا. نعم. من الأحد مع طقس غائم يكون، إنما الرطوبة تبقى مرتفعة حقيقة بسبب بقاء المنخفض الموسمي الهندي السطحي الحار والرطب يعني على منطقتنا في فصل الصيف، هذا أمر معروف. لذلك يعني حيكون إحساس بانخفاض الحرارة ضعيف بسبب شدة الرطوبة النسبية التي تعطي شعور زائد بالحر. نعم، بدنا نشكرك جزيل الشكر الاستاذ ماهر حسن، وحضرتك مدير مركز الباسل للارصاد الجويه، المعلومات اللي وضعتنا فيها طبعا بحاله الطقس. شكرا لك. صباحكم اهلا وسهلا. يسعد صباحك. شكرا.